مشاهدي قناة شوف تي في، صباحكم سعيد. مباشرة من السوق الأسبوعي لسيدي بطاش، مباشرة من رحبة البقر. الأثمنة هي طالعة بزاف، أثمنة خيالية، والسبب هو العلف. هادو شحال واصل الثمن ديالو مع عمي؟ هادو شحال واصل الثمن ديالهم تقريبا؟ 45. أعطينا شي كلمة الله يحفظك. 45. تفضل هنا يا هلا. 45. هادو 540، يعني شحال 540؟ مليون و70 لواحد. مليون و70 لواحد. اه. والثمن كلشي كيقول طالع، شنو السبب ديالو؟ العلف اللي كاين. العلف ياك. العلف قليلة نيت، الكسيبة قليلة شوية. حتى الكسيبة قليلة، السبب شنو هو ديال الكسيبة قليلة؟ ما لقاو ما ياكلوا. لا خاصهم ياكلوا الكسيبة. راه المصاريف اللي كاينة دابا. المصاريف كثيرة هي اللي راه تستفز الشاشة. حتى بالنسبة للترونسبور. لا ترونسبور ماشي مشكل. العلف هو اللي. العلف هو. ترونسبور 50 درهم عاد ما تزيد في العرض غادي ولا غادي ما عاد ما غادي. تماما. البقرة شحال دايرة حتى هي؟ البقرة ما قاداش من شحال، البقرة من 300 مليون و40 130 160 على حسب البقرة على حسب اللون ديالها. والضروب الجزائرية. 140 120 130 مليون هادشي مابقاش الاكتبار على الوجه ديالها. اذا اغلبيه السلعه فهي الثمن كاين شويه. الثمن طالع. كلمه اخيره تقدر توجهها؟ الكلمه هي شي دعم ديال العلف هو اللي درت شي دعم ما كيجي العلف هو اللي دعم. وحتى الموسم ده الجاف حتى هو ساهم في القضيه. ما كاينش وراه العلف هو اللي مدير هادشي، الدعم ديال العلف شي داخل ما غتكون السلعه شويه هابطه، دابا الدعم ما كاينش. والاقبال باقي عند الجزائر وعند الناس ولا قل شيئا ما؟ ما بقاش ذاك ما بقاش الشيء. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، صباحكم سعيد مره اخرى. نتواجد بالسوق الاسبوعي لسيدي بطاش، كيف ما كتشوفوا معنا احد الحريفيه المعروفين بهذا السوق، بياع وشرايا. فالثمن طالع، قال لك السبب الرئيسي ديالو هو الالاف. هو الالاف. الالاف. نتمنوا الخير ان شاء الله. نتمنوا الخير ان شاء الله. الصوره امامكم مشاهدينا الكرام. عجل كبر من هذا شويه يوصل لجوج مليون. اي لكن واصل العلف واصل، لكن واكل مزيان هذو ولا لكن واصل العلف مزيان. الجزار شحال كيتقام عليه تقريبا الكيلو؟ 70 65 ما بين 65 70 درهم الكيلو. اذا كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، اجواء مثيره بهذا السوق الاسبوعي، والثمن طالع. السبب الرئيسي ديال الثمن ديال الاثمنه الطالعه هو الالاف اللي طلعات بطريقه هيتشكوكيه. ونتمنوا الخير، ونتمنوا ان شاء الله هذا العام يكون ماطر ان شاء الله، تكون امطار الخير كيف ما كياكدوا الحريفيه كلهم هنا، لان الشتاء تبارك الله كتجي معها الخير وتجي معها كل شيء. الصوره امامكم مشاهدينا الكرام، والى هنا ينتهي هذا البث المباشر مباشره من سوق سيدي بطاش. نلتقي في بث مباشر اخر، الى اللقاء. هذا هو الثور.
ها.